الحمد لله والشكر انه هذا تيرجع للدعم ديالكم، الدعم ديال الجماهير ديالنا، لان لولاكم لولا الجماهير تنظن انه ما كانش ممكن يحققوا هذه النتيجه هذه. بصراحه اللاعبين يفتخروا بها لانه قدروا داخل الميدان ديالهم طيله الموسم ما ينهزموش. الحمد لله كانت اخر مباراه كانت صعيبه، كان ممكن انه هذا الرقم ما نكسبوش لانه كان تتعرف المهن ديال فريق الوداد البيضاوي تيبحث باش يفوز باش يبقى دائما في المنافسه على اللقب، دونك كان المهن قوي جدا. هذا اللي خلى حتى التركيبه البشريه ديالو كانت مبتذله. حاولنا انه نلعبوا ضد الوداد بطريقه اللي تخلينا نبعدوه على الاسلوب ديالو، ديناهم الاسلوب ديال الانديول، الاسلوب ديال العصبيه، الاسلوب ديال لي فولت ديريكت. هذا اللي خلى انهم خرجوا من الطبيعه ديالهم، خصوصا اسماعيل الحداد امين ديال زوي ووليد كارتي ونجم، حاولنا انهم يخرجوهم من طبيعتهم، لعبوهم كونتر ناتور وهذا اللي نجحنا فيه، حيث ما قدروش انهم يخلقوا الفريق اللي ما فيهش يخلقوه. زيد عليهم الناهيري اللي تشوفوا كمدافع ولكن الارقام ديالو تعطيه كهداف فريق الوداد. هذا اللي خلاني حطيت لاعب السعيدي باش نحبس من الخطوره ديال الناهيري، قدر يتوفر. تنظن انه اليوم ما كانش كره كبيره، كان لي دويل كثار، كانوا لي فور كثار، كانت عصبيه كثيره، ولكن المهم بالنسبه لنا حنا كان هو انه نحققوا نتيجه ايجابيه اللي تخلينا في هذا الرقم اللي نحققوا موسم بدون هزيمه داخل الميدان، واللي تخلينا كذلك تعطينا القيمه ديالنا في البطوله الوطنيه كفريق اللي ما تحولش، فريق اللي بقى لعب الى اخر دقائق، فريق اللي قدر انه يمحي الصوره اللي كانت في السنوات الاخيره بمجرد عمل البقاء تنشوفوها هذه المتتاليه. فالحمد لله العزيمه ديال هذا الرجال والدعم الجماهيري الكبير والمكتب ديالنا حتى انتم كذلك، لانه ما لقيت منكم الا الدعم من خرجيت، قدرنا انه نخدم